لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم. لا تأمن الدغر، لا تأمن الدغر، إن الدغر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنى على عترة الهادي فشتتهم يا رسول الله، فما ترى جامعا منهم بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وسامراء، وقد ضمنت بغداد جسمين حلا وسط قبرين. يا سادتي يا سادتي، لمن أنعاسا ولمن أبكي بجفنين من عينين قريحين، أبكي على الحسن المسموم مضطغدا، أيوا حسن، أبكي على الحسن المسموم مضطغدا، أم الحسين لقا بين الخميسين. وأما فاطمة قيل عنها أنا لا تحسبون للرضا في طوس ما جي ولا إلى بغداد ما رحت تعن، كلهم عليهم نحتنا والجاب شقت لبعيد منهم، والذي يمي قريبي
ومصيبته بعض نبسام الراء وبعضهم في خراسان وبعض بر الطيبة وبعضهم بر الكوفة لكن وعظ مصيبة مصيبتي المذبوح عطشا احسن وين اللي يعزيني على احسن نادت انا بجي على اولادي ذبايح يوم عاشو وانا نصبت لهم عزاء في وسط القبو انا ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور كل البجا والناح والحسرة على حس يا ناعيان إن جئت طائبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع معولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا أفاطم لو وقد مات عطشانا بشاط فراتي قضى ضاميا ماذا قليل الماء برده بحر هجير تصهر الشاء أمس خده فلو فاطمان يوما تقوم من عنده إذا لطامت الخد وأجريت دايم على عين فيل وجناتي يا غريب يا مظلوم يا حسين وحسينا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين مما جاء عن مولانا الإمام الزكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه ومما أوصى به لابن بابويه القمي قال عليك بالصبر والانتظار فإنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من جملة الأعمال والأدوار المهمة التي كانت لإمام الزكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه
وأكد عليها في كثير من كلماته هي فيما يتعلق بغيبة الإمام المهدي عجل الله له الفرج، حيث أننا نعيش في هذا اليوم ونحن في ذكرى شهادة الإمام الزكي العسكري عليه السلام، أيضا بداية الغيبة لمولانا وولي نعمتنا صاحب العصر والزمان عجل الله له الفرج. وهناك من حينما يمر بمسألة غيبة الإمام وما يتعلق بهذا الوجود المبارك لصاحب العصر والزمان يتساءل: يا ترى ماذا يجب علينا في زمن غيبة مولانا الحجة؟ وما هي الأعمال التي نقوم بها؟ وما هي الوظيفة التي أنيطت بنا؟ فهنا الإمام الزكي العسكري عليه السلام ركز على هذا الأمر من خلال مجموعة من الأعمال التي قام بها، كان من بينها أن الإمام عليه السلام كان يؤكد على أهمية الرجوع إلى الفقهاء الذين لهم النيابة الخاصة في زمن الإمام من قبل الإمام عليه السلام، ولهم النيابة العامة من قبل الإمام من خلال ما جاء عنه كما ورد أيضا عن الإمام الحسن الزكي العسكري حينما تحدث عن دور الفقهاء وأهمية الارتباط بالعلماء والأخذ بما يقوله العلماء. قال: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. فالإمام الحسن العسكري عليه السلام لم يشير إلى شخص بعينه ويقول: فلان ينوب عنا في زمن غيبة مولانا الإمام الحج عجل الله له الفرج، إنما أشار الإمام وقال: من اجتمعت فيه هذه الخصال وعرف بهذه الصفات فإنه يستحق أن يكون في مقام النيابة العامة عن الإمام المعصوم. فحينما يريد الإنسان أن يصل إلى ما يجب عليه أن يتعرف عليه من أحكام الدين فيما يتعلق بالحلال والحرام، قال: لا بد من الرجوع إلى هؤلاء الفقهاء. يعني مو يجي أي أحد يفتي للناس ويبين للناس، ولا يتصدى أي أحد لبيان ما يجب على المكلف أن يقوم به فيما يتعلق بحكم من الأحكام، لا يمكن إلا من خلال هؤلاء الفقهاء الذين لهم النيابة العامة عن الإمام المعصوم. أريد أتعرف على حكم من الأحكام في أي باب من الأبواب الفقهية، لا بد من الرجوع إلى الفقهاء. هذا أمر أكد عليه الإمام الحسن العسكري، ومن خلاله بيّن كيف يكون الاتصال بالإمام المهدي في زمن غيبته. هذا جانب. الجانب الآخر، أكد الإمام عليه السلام كما جاء في وصيته التي افتتحنا به المجلس، هذه الوصية التي افتتحنا بها المجلس بيّن فيها الإمام ما هي الوظيفة التي أنيطت بهذا الإنسان في زمن غيبة الإمام. قال: عليك بالصبر والانتظار. أي إنسان يريد أن يصل إلى مبتغاه ويريد أن يحصل ما يسعى للحصول عليه وهو أن يصل إلى الكمال،
قال لا بد له من الصبر. الطريق الذي يسلكه الإنسان من أجل الوصول إلى الكمال يحتاج إلى هكذا أمر، فإن الطريق الذي يوصل إلى الله في واقع الأمر هو طريق ذات الشوكة، طريق مليء بالكثير من المفاجآت وفيه الكثير من المنزلقات. كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى ما يصبو إليه؟ قال عليك بالصبر، والأمر الآخر الانتظار. وهنا ضمن الإمام حديث بحديث وارد عن رسول الله محمد. بيّن الإمام من خلال حديثه هذا وقال فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل، أنه قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. إذن يوم اللي تجي إلى هكذا اعتقاد بالإمام المهدي، وإذا بأهل البيت عليهم السلام أكدوا على هذا المعتقد وركزوا عليه، وبين أهل البيت عليهم السلام كل ما يتعلق به. يعني يجي واحد يمكن يسأل عن وجود الإمام، مدى الاستفادة من الإمام، ماذا يقدم الإمام للناس، كيف يتصل الإنسان بالإمام في زمن غيبته، ما هي الوظيفة التي يجب أن يقوم بها الإنسان في زمن غيبة ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله له الفرج. كل هذه أشار إليها أهل البيت. فهذا رسول الله يتحدث عن هذا الأمر ويؤكد عليه من خلال مجموعة من الأحاديث، كان من بينها أن قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. هنا الإمام الحسن الزكي العسكري لما يتحدث عن هذا الأمر وهو مسألة الانتظار، يا ترى كيف يكون الانتظار؟ تارى واحد يفهم من الانتظار أنه الواجب علينا في زمن الغيبة أن دائما الإنسان يدعو للإمام، يا رب عجل لوليك الفرج. إذا جاء يوم الجمعة قرأ، جاء هذا الإنسان قرأ مجموعة من الأدعية، زين، ومن خلالها يعيش الانتظار. وإن كان هذا أمر صحيح، الإكثار من الدعاء للإمام في زمن غيبته فيه فرج لكم كما عبرت الروايات، سيما إذا يجي يوم الجمعة يقرأ مثلا زيارة خاصة للإمام كالزيارة التي يزار بها في يوم الجمعة، وهذا يوم الجمعة وهو يومك وأنا فيه ضيفك إلى آخر الزيارة، يقرأ مثلا زيارة آل ياسين، يقرأ مثلا دعاء الندبة، يقرأ غيرها من الأدعية. لكن يا ترى هل الإمام لما يقول في وصيته فعليك بالصبر والانتظار أن يكتفي الإنسان فقط بالدعاء في زمن غيبة الإمام؟ لو هناك أمر آخر لا بد من القيام به. هنا الإمام لما يتحدث ويشير من خلال حديثه إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله يبين على أن الانتظار يعني أن يكون الإنسان في غاية الاستعداد للكون مع الإمام عليه السلام. يا ترى لما يطرح الإنسان هذا السؤال على نفسه، هل فعلا أنا الآن على أتم الاستعداد للكون مع الإمام، بحيث لو أنا الآن بعد لحظة قالوا ترى طلع الإمام عليه السلام، أجي أراجع حساباتي أقول يا ترى هل فعلا لدي ذاك الاستعداد لأن أكون مع الإمام عليه السلام؟ هنا الإمام يبين لما يقول فعليك بالصبر والانتظار أن يسعى الإنسان إلى أن يتكامل بهذه النفس، أن يسعى على مستوى شخصي يلحظ وين الخلل الذي يحول بينه وبين الارتباط بالله
سبحانه وتعالى، فيسعى إلى إصلاح نفسه، يسعى إلى كمالها. ولهذا دائما يلتزم بخط الاستقامة، ولهذا على أثر ذلك يحظى بالمدد من قبل الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ثم استقاموا يعني شنو؟ يعني أن هذا الإنسان فعلا لم يكن ليقبل لنفسه إلا أن يكون في الطريق الذي أراده الله، في الطريق الذي يحقق من خلاله رضا الله ورضا رسول الله ورضا أهل البيت عليهم السلام. ولهذا وين العمل الذي يقربه إلى الله ويسعى إليه؟ حضور صلاة الجماعة. وإذا تقربه إلى الله، وإذا تعاون بين إخوان المؤمنين يقربه إلى الله، يسعى أيضا إلى إصلاح نفسه وإصلاح المجتمع الذي يعيش فيه. وعد الله الذين آمنوا منكم، هالشكل القرآن يبين أن الله سبحانه وتعالى يقول أي إنسان يعني يعيش فعلا حالة من الترقب والانتظار للوصول إلى الكمال سيتحقق له ما يريد، سيصل إلى مبتغاه ويبلغ الكمال إذا كان على خط الاستقامة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم. هذا التمكين بحيث يقدر الإنسان أن يقوم بما يرضي الله، أن يعمل ما يرضي الله عز وجل، يحتاج فيه الإنسان إلى إصلاح نفسه، يحتاج فيه الإنسان إلى أن يكون دائما على الطريق الذي أراده أهل البيت عليهم السلام. لهذا الإمام الحسن الزكي العسكري اهتم بهذا الأمر. من جملة ما كان يركز عليه هو كيف يكون الإنسان على صلة وارتباط بأهل البيت. لاحظ حينما يقول في بعض وصاياه صلوات الله وسلامه عليه، يقول الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا. يكون الإنسان عند ارتباط بالله ومعرفة برسول الله ومعرفة بأهل البيت وما يجب عليه أن يقوم به، عكس أن يكون الإنسان بعيد عن هذا الطريق الذي أراده الله عز وجل، أن يجعل نفسه في الموضع الذي أراده الله. والعكس، يوم اللي الإنسان يضع نفسه في موضع لا يرضي الله يبعده عن الله سبحانه وتعالى. اسمع ماذا يقول أيضا، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من. هذا الإنسان اللي فعلا وصل بهذه النفس، سما بها وارتقى بها، هو الذي يعيش الانتظار الحقيقي للإمام الحجة عجل الله له الفرج. هذا الذي التزم بكل ما جاء عن رسول الله وأهل البيت هو الذي يعيش الانتظار الحقيقي. ولهذا يؤكد، صحيح يقول الإمام عليه السلام ترى المغريات في الحياة كثيرة، زين، والنفس وما تهوى، لكن يحتاج الإنسان إلى الصبر، فعليك بالصبر والانتظار. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. متى ما كانوا يعيشون هكذا أمر فعلا تحقق لهم ما يريدون. فلو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم. ليش؟ قال حتى يتحقق لهؤلاء الذين سعوا إلى أن يبلغوا بأنفسهم إلى الكمال، يتحقق لهم ما يريدون وما يتطلعون إليه. إذن فكان الإمام الزكي العسكري يؤكد على هذا الأمر.
في الفترة التي عاشها، مع أن الفترة اللي عاش الإمام فترة صعبة. الإمام عاش مع أبيه الإمام الهادي صلوات الله عليهما وآلهما فترة من أصعب الفترات، ضيق على الإمام عليه السلام أشد التضييق، لكن مع ذلك استطاع الإمام أن يربط الناس بالإمام الحجة قبل ولادته وبعد ولادته، ويؤكد على الارتباط به حتى بعد ماذا؟ بعد شهادته. فالإمام يؤكد ويقول حينما يوصي بوصايا كما في حديثه لأبي الأديان، قال لسيدي من الذي يلي الأمر من بعدك، إلى من سيكون؟ ما أخبر بالخبر، ما قال له هو ابن، لا، إنما قال لمن يتولى أمري ويصلي علي هو الإمام من بعدي، لأن الوضع اللي كان يعيش الإمام خطير. قال اللي يقوم بهذا الأمر هو الإمام. يقول فعلا أبو الأديان أنا جيت وصلت إلى سامراء ودخلت يوم اللي استشهد فيه الإمام وكانت الواعية في دار الإمام عليه السلام، حيث ضيق على الإمام أشد التضييق، حتى إذا دسوا إليه ذلك السم القاتل وبقي الإمام يجود بنفسه إلى اللحظة الأخيرة، ما حد وياه إلا كما تقول الرواية عقيد الخادم وصقيل الجارية ومن لم يكن يعلم بوجوده إلا الله وهو مولانا صاحب العصر والزمان. فكان إلى جانب أبيه وكان يوصيه بوصاياه، ها إلى اللحظة الأخيرة كان يوصيه بوصاياه، وكأني بأبي محمد الحسن الزكي يتقلب على فراش مرضه وقد ثقل حاله وسرى السم في جميع أجزاء بدنه. ما أدري، عادة اللي عنده مصيبة ويفقد إلى عزيز على قلبه يجلس في مجلس العزاء يستقبل المعزين، سيدي يا ابن الحسن، مولاي يا فرج الله، هاليوم وين مجلس عزائك؟ اليوم وين تستقبل المعزين؟ اليوم انت بكربلاء، لو بالمدينة، لو بسامراء، الروح بقلوبنا. اليوم تشيع الإمام، ها الضجة والصيحة ارتفعت في سامراء، أعلن الحداد العام، لابد أن يكون الإمام إلى جانب أبي. احنا الروح بقلوبنا نقف على ذلك الجثمان الطاهر. راح الإمام، ها، وظل إلى جانب أبي. اسمع ماذا يقول له، أنت وين قلبك الآن ويا الإمام الحجة؟ أقول له مولاي طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو؟ فكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسان هل رمدوا؟ يا أرض سامر حويت الفخر والنور من صارت بأرضك لآل المصطفى قبور، يلي تروح الأرض سامر تزورون، اخذوا لي رسالة ومن توصلوا بها وتسلمون، لزم الضريح وهالله الله لا تنوحون، يا
يحزن المهدي من بجاكم قلبه يفور يفور دمعه من بجاكم فوق خده يذكر أبو مسموم راح وراح جد يا مصيبة أتذكر إليك يا مصيبة نذكر إليك مولاي يا رزية تذكر سيدي ابن الحسن يذكر أبو مسموم راح وراح جده وهسام هلي قطع كبدهم قطع كبده والله شلون يغضي عن ثاره الموت بعد ولي من وصلت الأرض سامر العليا نادوا على الزهراء يا بتول أو يا زكية أولادك قضوا منحور هذا وذاك مسموم أولادك قضوا بالسيف هذا وذاك بالسيف وما ندري يا مصيبة عندك عظام ونظن عليها مصيبة المخضوب بالدم كل المصايب تنسى إلا مصاب عاشور كل يوم كل يوم انت في حداد مولاي كل يوم انت في عزاء سيدي ابن الحسن يا فرج الله كل المصايب تنسى إلا مصاب عاشور بقي الإمام إلى جانب أبيه وإذا به يراه وقد ثقل حاله تغير لونه سرى السم في جميع أجزاء بدنه إلى أن حان حينه قال بني وجهني إلى القبلة وجهه إلى القبلة فمد يديه ورجله وغمض عينه وعرق جبينه وسكن أنينه وانقطع نفسه وفاضت روحه رحم الله من نادى وإمامه أيوا حسناه ومصيبته وسيداه عظم الله أجوركم غسل الإمام وكفن ووضعت الجنازة يقول أبو الأديان حينما دخلت إلى دار الإمام وإذا بجعفر هناك من يعزي وهناك من يسليه هناك من يهنيه قلت هل آل الأمر لا جعفر وضعت الجنازة تقدم جعفر يريد الصلاة على أخيه يقول بعضهم بينما نحن كذلك وإذا بغلام قد طلع علينا أشبغ الناس بمولاي الحسن أشار إلى جعفر تنحى يا عم فأنا أحق بالصلاة على والدي صلى على أبيه ما إن كبر التكبيرة الأخيرة إلا وإذا به غاب عن أعين الناظرين فمتى يا ابن الحسن متى يا فرج الله مولاي من قضى عودك انت اليوم غسلت انت سيدي توليت امر ابوك انت اللي قمت بتجهيزه مولاي من قضى عودك
انت اليوم غسلته وانت اللي عليه صليت وانت حضرت ودفنته، لكن جدك المظلوم ظلت على ارض جثه وامامه وسيداه. اليوم العادة هالشكل، ها ينزع السواد ويشيلوه من المساجد الحسينيات، خلاص بعد يقولوا شهرين من العزاء، ما تعبتوا يا ناس من البكاء والحزن؟ اذا انتوا رايحين تنزعوا السواد، اسألكم يا شيعة، الامام الحجة بعد خلاص بعد يفتر من البكاء؟ الامام الحجة شلون؟ اسمع اليوم، اسمع ما قرأت في دعاء الندبة ماذا يقول. قال فلأندبنك كل صباح ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما. وين ينسى المصايب وعند آلام ومصائب؟ يقول بعضهم رأيت الإمام ليلة الغدير والناس فرحانة في فرح وسرور، قلت له مولاي سيدي ابن الحسن الناس فرحانة وانت في حداد وعزاء. أجاب الإمام ايش قال؟ أتراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان دار سروري. ولهذا اسمع سيد حيدر هاليوم يخاطب الإمام يقول له مولاي الناس تنزع السواد، إلا أنت سيد احنا دائما نستنهضك ودائما نصيح، ماذا يهيج إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجي فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ صار يا سيد حيدر قال لحيث الحسين، اصرخ اصرخ وصيح حسين، ويا الإمام الحج اصرخ وصيح حسين، حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت ضلوعا قتلتها أمية ضامن إلى جنب الشريعة. أقول مولاي عجل ولا تنسى غريب الغابرية، والجثة اللي رضضتها الأعوجي، والحارة اللي دخلتي المجلس هدية. وإماما أقول مولاي ابن الحسن أنت اليوم دفنت أبوك، سيدي يا ابن الحسن ما تعطلت جنازته ورجعت إلى دارك في بيته، في بيته دفن الإمام الحسن ويا أهل وأحبة الإمام، وإذا يواسيهم ويسليهم. لكن ما أدري سيدي، عمتك زينب هالأيام رجعت إلى المدينة وشافت تلك الديار خالية كأني بها حينما وقفت على دار الحسين، صاحت آياه يا فقد الأحباب، أشموح شيادور الأطياب ولم صوت ورا الباب، أنا معباس جيتك لا تفتري، صاحت بالله قوما تلقنها هاي أم البنين الراح منها، صناديد أربعوا بالحرب نفلين. دخل الإمام زين العابدين إلى دار أبيه، استقبلوه، ترى ما سوى مجلس عزاء هالأيام، رجعوا وعقد مجلس العزاء على أبيه. يوم اللي دخل صاح هاي عادة للمسافر لمني رد الهلا،
جايب الأحباب صوغة وكل يجي يستقبله وانت مولاي. قال وانا جبت لكم حديد وحبل قيد وسلسلة، جبت عماتي وخواتي من بعد ذيك المنزلة، والد حسين وأخوتي ظلوا بطاف كربلة. اي والد حسين وأخوتي ظلوا بطاف كربلة. وامامه سامر لاجل العسكر فزعه الصوبه، سامر لاجل العسكر فزعه الصوبه، بالحزن طلعت تندبه وتلطم باليدين. سامر لاجل العسكر فزعه سامر لاجل العسكري فزعة الصوبين، سامر لاجل العسكري. يا الله يا قلب الولي شبل الأطايب، قاس أهوال من المحن ومن المصايب، مو عجب لو شفت الشعر بالراس شايب، ما كلنا من آل النبي علة التكوين. سامر لاجل العسكري فزعة، سامر لاجل العسكري فزعة، رفق أبي بسفرته من المدينة، وعاين الوالد دمعته بخده تينا، ولاحت علامات البلا من أهل البغينا، من غالى والهدية ويلي وعاجل البين. سامر لاجل العسكر فز، سامر لاجل العسكر فز، وتوجهت لبكل حقد طغمة الأرجاس، من سجن ويلي السجن مكتوم الأنفاس، من عو الشيعة توصله سيد الناس، ضاقت عليه الواسعة شبل الميامين. سامر لاجل العسكر فز، تجرع مآسي من الغصص شبل النجابة، قلبه من مقاس الهضم شب التهابة، ولا رعى فيه المعتمد حرمة وقرابة، سمى وقطع مهجته وفجعة الدين. سامر لاجل العسكر فز، وان طرح ويل على الفرش ما يقدر يقوم، وابنه القائم ينظر ودلال مألوم، قل له يا ابويا اش حالتك يا بحر العلوم، ودعتك الله جاوب يا قرة العين. سامر لاجل العسكر فز، قال لا يا روحي ومهجتي وباقي البقية،
صبر على فراقي يا ابو النفس الابية، حانت وفاتي تستمع مني الوصية، عند احتضاري يا الدخر غمض لي العين، سامر لاجل العسكري قومي بجهازي من بعد موتي يا موعود، يا مقابر ابويا مدفني يا سر الوجود، وردتك يا روحي تاخذ بثارات الجدود، ثاري البتول بكربلة واهلي الطيبين، واسفل ابو محمد قضى وغمضت عينه، وابنه الحجة يصوج شمال بيمينه، ينادي يا ابويا فرقتك تصعب علينا، تقضي بغربة وعزوتك عنك بعيدين، سامر لاجل العسكر سامر لاجل العسكر فزعت. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقهم علينا من المؤمنين والمؤمنات، من على جميع المرضى بالصحة والعافية سيما المنظورين يا رب العالمين. أعدنا على هذه الأيام في خير وعافية، اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. من كان في جمعنا هذا طالب حاجة اللهم اقض حاجته وحوائج المحتاجين، إلى أموات المؤسسين وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى من ليس له ذاكر يذكره من المؤمنين والمؤمنات، بلغ اللهم الجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.